نظرة للمحافظات وآخر الأخبار. خلينا نبدأ بكفر الشيخ واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة اللواء أهلا بيك، لو كنت حضرتك سامعني. أهلا بيك يا أستاذ رهام. أهلا بحضرتك مرة تانية، وعايز أعرف بقى في نهاية اليوم إيه الأخبار، يعني أهم الملاحظات. هو الحمد لله يعني نسبة التصويت جت بشيء إيجابي الحمد لله، احنا تخطينا حاجز ال 22% الحمد لله. الحقيقة أنا بشيد بالإقبال في الريف بصفة عامة عن المدينة. السيدات كمان كان ليها دور كبير قوي، من الصباح الباكر كانوا متواجدين. حقيقة أنا بشيد بجهود كل أجهزة الدولة الممثلة في محافظة كفر الشيخ بالتعاون، سواء الصحة والتعليم والرش والتقطير والحكم المحلي، مديرية الأمن في التأمين. حقيقة كله نجح في إبراز العرس الانتخابي، وكان أبرزهم المواطنين الحقيقة. يعني الإقبال الحمد لله كان جيد، والناس كانت محتاجة إنهم ينتخبوا نواب يمثلوهم ويعبروا عن أمالهم وطموحاتهم. طيب يعني ممكن اخد فكرة كمان عن نسبة التصويت، حضرتك ذكرتها في البداية، ولكن نسبة التصويت بشكل عام من ناحية التواجد للمرأة للشباب، يعني حضرتك اكيد عندك رؤية. هو زي ما قلت لحضرتك الحقيقة، يعني اللي كان ابهرني في الصباح دايما في المدن بيجي كبار السن وبيجي ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلاقي الجدة ولا الجد كمان مصطحب أحفاده، بيدوم روح وطنية كده. لكن الأغلب وده الهدف الحقيقة الرئيسي، المسائي بيبقى الشباب والرجال، وبتزداد الكثافة مع الوقت. لكن الواضح كان تصويت نسائي قوي في الريف وفي القرى، وخاصة في الفترة الصباحية. فالتصويت بنسبة عامة الحقيقة احنا تعدينا ال 22%، وده رقم جيد جدا بالنسبة للمرحلة الثانية. المرحلة الأولى كنا وصلنا تعدينا ال 30%. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.